السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا إخوة لاباس عليكم، أهلين، حفظكم الله ورعاكم. وحنا خارجين نضرب واحد الدويرة بعد ما عملنا شوية ديال قمنا بشوية ديال الأشغال، إوا عينا شوية كانت هناك ترتيبات في المنزل، فلازم الإنسان يحاول يعملها باش ما تتراكمش عليه. لا تؤجل عمل اليوم الى غد فان لغد عمله. ايوا حنا غاديين كنفسحوا في خوتي، هذا الضوء الاحمر شوفوا الناس فين كتوقف، يعني ديال المرور دابا عطى الاشاره ديال المرور، ولكن شوفوا الناس فين كتوقف بعيده على هاد الشراطين ديال الرجلين. يعني كاين هناك احترام حتى القانون السير يحترم. ها انتم الخوت، هذاك مول البيسيكليت وقف عند الشرطه ديالهم، ما وقفش عند الشراطي ديالنا. حنا كندوزو كنلقاو كاع واقفين الطوموبيلات دخلوا في الشراطي ديالنا، يعني لو بيتون ما عندوش الحق، يعني حقره. فوالا حنا كنحاولوا ندافعوا على ان الحقره ما تبقاش، ولكن نحن صانعوها. المهم ما كاين، بس هذه حديقة كبيرة على حسب هذا السيكتور، هذا لأن جات مدرسة هنايا. وبالمناسبة نصور لكم هذا القبر، القبر ديال الورود الجميلة، كما هو جميل، وما كاينش اللي كاين حتى فشي وردة. هذا مكان، وهنا محل تسلية يعني ديال الأطفال، دائما هما الأطفال رمز المستقبل. فوالا، إذن هذه ديال السكنة، كيجيو الناس يجلسوا الكراسي هنا داكشي. وهنايا هذا راه مدرسة، ربما السلك الأول إعدادي، هذا مكان. المقاعد الطويلة ضرورية، ولي بوبيل. إوا هنايا ديال الأطفال الصغار، اللي بغا يتزعلل، اللي بغا يتسلق، اللي بغا يطبق ليه. إوا هذا مكان، ونحن في جولة. والله هاد السقاية شحال زوينة. نشوف واش فيها شي مويها قليل، ما كاينش الماء بزاف. وين فكرتي في ديك الروبيني اللي كتحزمو بالصمتة باش كيبقى يكب السونزاري، ملي كتحيد الصمتة كيقطع. حديقة للأطفال هي للسكنة. شمعان أفيلور، دائما كنشوف التروازيم وكنتفكر دوزيم. ها تما الدوزيم وهنا التروازيم. المهم كلشي زين ما شاء الله. السكان امام لي بالكون ديالهم، التشجير والخضرار الكازون وداكشي، يعني ما اجملها السكنه وطبيعه وهناء وسرور وطمانينه. اللهم ارزقنا في بلدنا مثل هذه المناظر الخلابه، وارزقنا الطمانينه. حتى لا رجعنا فكرنا نرجعوا لبلادنا، نرجعوا الى الافضل. هذا مكان يعني الطبيعه والشتوى.
هاد الجمالية ديال هاد السكنة مختلفة على أنواعها، كاين شكل شاليات وشكل باطيمات يعني متنوعة، والخضرار حتى البساتين ديالها وداكشي متنوعة في الألوان، هناك الخضرار والاصفرار والاحمرار العكر. وهنايا كاينه واحد الغابه، هذه كتشوف راه غابه يعني كاين سكان وكاينه دايره بهم غابه، وغادي نوريكم الفصل اخر ان شاء الله انا غادي ليه، وغادي تبان لكم الغابه دايره بسميتو. انا الخوت اللي قلت لكم ها السكنه يعني الباتيمون ها هو، ولكن من موراه كاينه هاد الغابه دايره بهاد سميتو، وغاده مازال واحد البنيه اخر لها يعني غادي ندوز ملي غادي نقطع ملي غندخل لهذيك الحومه غنوريها لكم. و الخضرار هنا تبارك الله، وهاد الدويره هذه ما شاء الله حتى هي جميله، والبساتين ديالها نعمه نعمه، جنه الله في ارضه، وهذه راه غير جنينه. يعني جنة الله في أرضها على هاد شوية وصافي، ما خافية كان أعظمه. وإن شاء الله الرحمن الرحيم مستقبلا غادي يكون عندي واحد البرنامج ديال نسافر للمدن الأخرى ونكتشف الطبيعة ديالها، كل مدينة بجمالية ديالها وداكشي. حنا دابا كنهضرو على قلت لكم على قديس سميتو الغابة، ها هي غادا أنا باقي مهضرتش باش نوصل فين سميتو يعني السيكتور كله، هذا غير شوية منه. أو الخوت هاد البلاصة اللي كنسارع فيها دابا راه غير السيكتور ديالنا، بحال قلتي سباتة، حي المحمدي، عين الشوق، يعني ماشي شي دي كارتي بورجوا ولا هذا، ولكن هما عندهم ديك المسألة ديال كنبنيو واحد الحي إلا وكنديرو فيه تجار، الا وكنديروا فيه مرافق التسليه ديال الاطفال، كنديروا واحد الحي كنديروا فيه مدارس، سبيطارات، عيادات، سوبر مارشي، الى غير ذلك من المرافق الاجتماعيه والتسليه للاطفال كذلك ومثال. احنا في كازا عندنا واحد الباطيمه قهويه، احنا هنايا في هذا السيكتور البسيط عندهم باتيمون قهويه. المهم ها الغابه كتبان لكم من هنا، يعني واصله دايره على السكن، وهذو راه كتعرفوا لي كونتينر ديال داكشي اللي ما بغيتوش كتحطوه هنايا. وكيف قلت لخوتي ها الغابة ركيبة لكم واحد الشجرة اللون ديالها يعني ها هو غنزومي عليها، راه كتشوفو كتبوجي يعني كاين البرد شوية هاد اليامات، عندنا داك البرد شوية قارص ديال بحال قلتي التلج طاح، ولكن هو غالبا التلج تولج طاحت في الجبال، فاحنا كيصدرنا داك هاديك التلوج كتصدرنا شوية ديال الفريو وصافي الكلاسيال. هذا مكان الا ان هاد السيكتور هذا موالف كنلقى فيه دوك لي فاز بحال هادو كيكون فيهم الورد وداكشي، ولكن باقي ما داروش، يلا كاين هاد الشجيرات بحال هكا. المهم باقي ما شكلوش ما عطاوش الاهميه في هاد السيكتور دابا، يعني الجماعه الحضري من بعد غادي يكونوا لي فلور وداكشي على حسب يعني الاكتيفيتي ديال كل جماعه. هذا مكان ها الغابة الخوت، انا قلت لكم ملي صورت في البداية، وها هي غادة مازال سميتو يعني يشوف غابة والسكنة والطمأنينة، وخرج بالليل خرج بالنهار بالليل تتحس بالوجود ديالك، كتحس براسك كاين، ما عندكش با دانكيتيد، فوالا با دانكيتيد، وهنا كلشي زين الحمد لله، ما تمنينا في ديك البلاد السعيدة. دابا انا غادي
داك الدينر يعني السوبر مارشي سميتو دينر، غادي يبيع واحد لو جون دو توست، واحد السورت دو توست عزيز عليا. وداك الشيء هذا مكان هانتوما الخوت، ما كايناش السكنة اللي تبنى والا والطبيعة حداها، الا والاختيار خصو يكون يعني انسان بحال ما لا مولف يشرب اتاي ولا قهوة ومعاه المربى والزبدة. كذلك هو مثال بالنسبة لهذا السيكتور، هو لا يخلو من التجار ومن اللون الأخضر، وحتى هاد الرومبوان كتلقى فيها الزهور، يعني كاين واحد الاهتمام كبير 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 كبير. حنا في سباتة باقي كنعقل ملي كنت ساكن فيها، شارع الكوموندار دريس الحارثي كان ملقب بشارع الشجر. علاش؟ لانه هو الوحيد اللي كان فيه الشجر، وهذاك الشجر راك عارفين مع الغبره وداك الشيء، وما كاينش الاهتمام، كيولي داك الشيء ملي كيجي البرد داك الشجر كله كيلوح ديك الغبره على الناس. ضروري من فاش يلعبوا الدراري الزعلوله ضروريه ضروريه، وديك بحال البالونس، واحد كيركب من هذيك البلاصه والاخر كيركب من هنايا، هي هادي شي كي يعني تزعلول وتحلوق كلشي كلشي. انا دابا غادي نقطع من هنا غيوقف لي واحد السيد عاودس حتى انا دي ماركت في الاخر، هو داز قبل مني عنده الحق. فوالا الناس كت انت ما ندير راسي بحال غنقطع غيوقفوا ليا، شفتو ضروري ما يوقف، وقف على تيسع. بونشيان بسيطة للغاية وجميلة ما شاء الله على هاد يعني الإبداع. ربي خلق النبات وداكشي، ولكن الإنسان تا هو تيبدع فيه، يعني الطريقة باش كيصوغو باش يبلونطيه ويعطي واحد الاهتمام ويعطي الشكل الجميل اللي سميتو. سكنا يعني هنا واحد القضية الخوت بصراحة، خدام عندك صالير يكون كثير ولا يكون سميتو المهم تلقى السكنه ديالك، يعني ماشي يعني تدير طلب للادارات اللي عندهم السكنه يكون عندك الصالير ديالك يعني في المستوى ديال هذا ديال داكشي اللي طلبتي. بغيتي جوج بيوت، بغيتي بيت، بغيتي داكشي على حسب الصالير ديالك شحال يقدروا يمشيو معاك في لاكور.
هذه السكنه الجديده كانت دارت تقريبا شي نقدر نقول لكم شي 50 ولا 6 سنين ولا ريال. المهم الجريده كتعرفوا بان المهم التصميم دائما كاين الكازو مزيان خوت التصميم. وانا الغرض ديالي في هذا اللي صورت لكم هنا وهو بغيت نهضر لكم شويه على هذيك البنايه اللي كتشوفوا قدامكم فيها الليموني وهي بالقهوي ومكتوب عليها لو بوين بلو. انا غادي نزومي عليها مكتوب عليها لو بوين بلو فوالا. هلا هادي ان ماغازان يعني دايره الدوله فيها الناس مثلا الناس اللي مثلا ما بقاتش بغات شي حاجه طبله ولا ماري ولا هذا بغات هذا كتعيط لهم كيجيو يهزوا داكشي اللي عندهم وكيجيبوه هنا كيمسحوه داكشي وكيستيكيوه مزيان وكيعاودوا فيه البيع. يعني كيبيعوا لك واحد الثمن رمزي بزاف يعني بزاف ديال الافارقه كنلقاهم هنا كيجيو كيتقداو الحوايج ماريوات وداكشي باقل ثمن هنا في هذه كاسمتو. والمراد من هذا اللي بغيت نقول حتى ان انسان مثلا كان ساكن بوحدو وتوفى فالجماعه الحضاريه يعني كتعيط لهاد الناس كيجيو كيديو كلشي داكشي اللي عنده في الدار. المهم داكشي اللي ما سميتو كيديو يا الثلاجه يا هذا يا هذا وكيعاودو فيه البيع للناس المحتاجين وداكشي. هذا مكان وحنا راه عندنا سوق الدجيجيه بلا منا الله. بقات لي غير واحد ميم با 5 مينوت جو سري على الانتيريور دو سوبر مارشي اللي بغيت انايا الاسم ديالو دينر. المهم سوبر مارشي حتى هو هذا جديد لا بوست اللي حتى هي جديده هذا السيكتور اللي تبنى جديد حتى هو وكيشي اوتوماتيك هو هنايا ديال لا بوست. انا منخرط معهم وكتعجبني هذه الجماليه ديال السكنه هنايا يعني ما شاء الله سبحان الله الطبيعه. ها هو السوبر مارشي مكتوب عليه دينر. انا درا جوج دقائق ولا هذا غادي ندخل فوالا. وهنايا كاين واحد الجزار هو البوان كارت ديالو جزار مغربي صحيبي. ها هو حاط لا بيبليسيتي ديال اللحم وداكشي بشح كل حاجه يعني شنو كاين في الفلاكسيون. يعني الا كان اللحم كيتباع ب 25 فرنك الكيلو عنده كيدير واحد السيمانه ولا واحد الشهر كيديروا فيه مثلا بنص الثمن فوالا تيدير لك مثلا 12 فرون 50 بحال هكايا فوالا. ايوا هنايا راه السكان عاوتاني والخضيره ضروري هادشي ولا هادشي في الدم يعني ما كاينش ماشي شي حاجه اللي هي جديده على المجتمع ديالهم. كدير شي سكنه الا وكيكون فيها هاد المرافق سينو ما كاينه سكنه. ايوا غنخليكم على خير الخوت ما طولت عليكم تبارك الله عليكم الله يحفظكم.